بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب قالوا لي. معكم عبد المجيب. اليوم بكلمكم عن ليبر اوفيس خيارات الانترنت. طبعا خيارات الانترنت شغله بسيطه جدا، تقريبا ثلاث خيارات افتراضيه. عليك تسوي ضغط على الادوات ثم تروح الخيارات. من هنا راح تحصل في عندك تقريبا ثلاث خيارات، هي الانترنت، بروكسي، البريد الالكتروني، وملحقات المتصفح او اضافه المتصفح. بالنسبه لموضوع البروكسي، اذا كنت تستخدم بروكسي معين ممكن تضيفه من هنا. فافترضيا انا ما استخدم اي بروكسي، حتى على النظام ما سويت شيء، فممكن انك تختار النظام اذا كنت تستخدم على نظام شامل، او ممكن يدوي اذا حاب انك تحط بروكسي معين تستخدمه بالبريد الالكتروني او الانترنت او اي كان. اوكي، البريد الالكتروني هنا تكتب اسم البرنامج الخاص بالبريد الالكتروني. افترضيا على الاوبن زوزا كان اسمه كيميل. اوكي، الفائده من هذا الخيار هو انك تضغط على حسنا عشان اوريك. لما تكتب شيء معين تروح الملف تحصل ارسال، ارسال كبريد الكتروني. شايفين هذا؟ اوكي، مستند كبريد الكتروني راح يفتح لك اللي هو البريد الالكتروني اللي عندك. طبعا هذا الكيميل، انا ما استخدم الكيميل، فبقفل الكيميل واقوم اقول لا انا بستخدم الثندر بيرد، فاقوم اكتب اسم البرنامج هنا. طبعا اعتقد كل البرامج الحره اول مفتوحه المصدر اعتقد انها مدعومه مباشره. اوكي، ثندر بيرد. الحين لما اسوي ملف ارسال، ارسال كمستند، راح يجيب لي ملفي مع عنوان البريد الالكتروني الافتراضي الخاص بي. جميل جدا. اوكي، نقوم نسكر. بالنسبه للخيار الاخير اللي هو خيار متصفح الانترنت، خيارات ملحقه المتصفح، هذا اللي عليك تسوي تحط عليه متصح. اذا كنت تستخدم فايرفوكس، فمن خلال فايرفوكس تقدر تفتح ملفات الليبر اوفيس تعاينهم، وتقدر تطبع من خلال المتصفح بدون ما انك تستخدم اللي هو الليبر اوفيس. قد تحتاج لما تسوي فتح باستخدام او يصل لك بملف انك تسوي تفعيل الخيار نفسه. طبعا انت لما تحط علامه صح اوكي هو مفعل الخيار، بس المتصفح يعرض لك رساله يقول لك اسمح له ولا ما اسمح له. قول اسمح له بس راح يمشي وضعك تمام. انتهى درس اليوم، وشوفكم ان شاء الله في درس قادم. مع السلامه.